قسمها. رفضا لما سموه المؤامرة الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية، تظاهر فلسطينيون أمام البيت الأمريكي في رام الله بدعوة من القوى الوطنية وتنديدا بقرار واشنطن وقف تمويل الأونروا. المتظاهرون اتهموا واشنطن بالسعي إلى تمرير صفقة القرن من خلال شطب الحقوق الفلسطينية، ولا سيما ما يتعلق بالقدس وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم. هنالك ملفات كثيرة، ملف اللاجئين، ملف القدس، كل هذه ملفات تعود إلى القضية الفلسطينية، ونطالب بحل هذه القضية، ونحن ضد كل الإجراءات التي تتبعها الإدارة الأمريكية والهدف تصفية القضية الفلسطينية. الفلسطينيون الذين أعلنوا أن حقوقهم ليست للبيع أو التنازل، أعلنوا أن الأونروا ستبقى واحدة من أهم الشواهد على قضية اللاجئين الفلسطينيين، كما أعلنوا عزمهم على التوجه إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن لتقديم شكوى ضد الولايات المتحدة وإسرائيل لكونهما أخلتا بالاتفاق الذي نص على إنشاء الأونروا لمساعدة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين منذ العام 49 من القرن الماضي إلى حين حل قضيتهم. المجتمع الدولي يجب أن يقدم مزيد من الحماية والدعم للأونروا ماليا وسياسيا، ولا يجوز أن تصبح الأونروا كمثل مبعوث الأمم المتحدة لفلسطين لتطبيق القرار 194 عندما قامت إسرائيل باغتيال الكونت برنادوت مبعوث الأمم المتحدة. أما أبناء المخيمات من اللاجئين الفلسطينيين فقد أعلنوا أن قرار ترامب قد يزيد من أزمة الأونروا المالية، لكنه لن يمحو حقهم في العودة إلى قراهم ومدنهم. لا ترامب ولا غير ترامب ولا أي قوة في العالم تقدر تلقي حق اللاجئين نهائيا. أنه نحصل إحنا أصلا تشتتنا من أوطاننا ومن بلادنا وصرنا مخيمات، لأنه هي أصلا القضية هي المخيمات. يعني لا ترامب ولا غير ترامب ولا أي كو على وجه الكرة الأرضية بيقدر يلقوا الحق تبعنا. ويشار إلى أن واشنطن قد أوقفت تمويل الأونروا بعدما قلصت مساعداتها لها من 365 مليون دولار في العام 2017 إلى 65 مليونا هذا العام. الفلسطينيون يدركون أن ما تقوم به واشنطن هو ضغط وابتزاز سياسي لإجبارهم تقديم مزيد من التنازلات، ما يضمن إنهاء القضية الفلسطينية بما ترتضيه إسرائيل. نسرين سلمي من أمام مخيم الأمعري للاجئين جنوب مدينة رام الله، الميادين.